السلام عليكم. عذرا على التأخير، إن شاء الله المرة بتاعتنا النهاردة صغيرة، يعني مش مرة كبيرة. أنا عارف والله إن أنا اتأخرت أوي، بس أولا أنا خلصت متأخر، ثانيا إن النت كان وحش أوي، فبعتذر على التأخير لحضراتكم يعني. طيب هنبتدي مع بعض بقى بإذن الله الكلام بتاع النهاردة. الموضوع بسيط النهاردة ولطيف، مش هياخد مننا وقت طويل. بنتكلم النهاردة عن الليزر فور بيجمنتد سكين ليجنز. ليزر فور ايه؟ فور بيجمنتد سكين ليجنز. الحقيقة على زي ما هو موضوع بسيط ومش مش مش معقد، بس لازم نكون فاهمينه ومتخيلينه كويس قوي، تمام؟ معلش اعذروني تاني مرة عن التأخير، وتالت وعاشر مرة، معلش يعني سامحوني. انتوا كلكم معايا ولا لا؟ طيب بنتكلم النهارده زي ما قلنا فور ايه، عن ليزر فور بيجمنتد سكين ليجنز، وما اكثر هذه الحالات. يعني حاله بتجيلك ب something يعني هايبر ميلانوتيك ليجن او هايبر بيجمنتد ليجن، وبتقول لك والله انا عايز اعمل ليزر، خلصني بسرعه، انا مش عايز علاج، انا جربت كل العلاجات، انا طيب الحل ايه، ولا هعمل ايه، ولا ايه الكلام ده كله بقى اللي عايزين ندردشه مع بعض النهارده. موضوع بسيط خالص يعني باذن الله. وهد. زي ما اتعودنا في كل مره بنتكلم عن الليزر، اول حاجه بحدد ايه الاجهزه بتاعتي او ايه الويف لينس بتاعتي اللي بشتغل بيها في الايه، في البيجمنت سكين ليجن. زي ما انتم عارفين بيجمنت سكين ليجن، طب التارجت هنا ايه؟ التارجت هنا ايه؟ ميلانين، مش كده؟ طيب ايه الاجهزه اللي هتشتغل على البيجمنت سكين ليجن؟ اول حاجه عايزين نعرفها ان البيجمنت سكين ليجن ليها اجهزه سيلكتيف للبيجمنت واجهزه نون سيلكتيف، بتعمل كومبليت ديستراكشن، تمام؟ طيب يعني ايه؟ يعني اهم حاجه اللي انت بتقوله ده، مش البيجمنت ده يا اما هيبقى موجود في البيزل ميلانوسايتس، يا اما هيبقى موجود في الميلانوفيج، في الديرمس، صح؟ فانا عندي وبالتالي اجهزه تروح تشتغل على الميلانين بس، تمام؟ يا اما اجهزه تعمل كومبليت ديستراكشن تشتغل على الميلانين واللي جنبه، تمام؟ ودي يبقى دي اجهزه ناس مش محترفه، يعني دي اجهزه نون سيلكتيف. وفي اجهزه اللي هي ايه؟ سيلكتيف، اللي هي بتشتغل على الميلانين بس. طيب الاجهزه السيلكتيف بتشتغل بميكانيزم مهم جدا اسمه الايه؟ الكواليتي سويتشد. الميكانيزم بتاع الايميشن بتاع الليزر هنا اسمه كواليتي سويتشد، اللي بنسميه الايه؟ الكيو سويتشد ليزرز. طيب اذا الليزر فور بيجمنت سكين ليجن، اول كلمه لازم اعرفها ان عندي حاجه اسمها سيلكتيف وعندي حاجه اسمها نون سيلكتيف، تمام؟ نون سيلكتيف. ايه الاجهزه السيلكتيف؟ الكيو سويتشد ان دي اي، ده الويف لينث بتاعه 1064. الكيو سويتشد روبي ليزر، وده الويف لينث بتاعه 694. الكيو سويتشد الكسندرايت ليزر، وده الويف لينث بتاعه 755. عندي زائد ايه؟ زائد الديود 800 والكي تي بي 532، تمام؟ دول الخمس اجهزه السيلكتيف اللي بيشتغلوا على البيجمنت بس. تاني لازم تحفظوا معايا الكيو سويتش ان دي اي ده 1064، وده الحاجات الديب. الحاجات السوبرفيشال عندي الكيو سويتش دروبي ليزر 694. الحاجات الميد واي، بس ده ينفع في السكان تايب الفاتح، الكيو سويتش الكسندرايت 755. في عندي الديود 800 والكي تي بي اللي 532. الحقيقه الكي تي بي الاجهزه اللي هي فيها كيو سويتش ان دي اي 1064 عادة بيبقى معاها كي تي بي في نفس الجهاز، تمام؟ عشان حاجة بتبقى للديب وحاجات بتبقى للسوبرفيشال. الكلمة كيو سويتش دي اللي هي الكواليتي سويتش، او ده في المود بتاع الايميشن بتاع النبض زي ما قلناه في اول مرة. طب هي ايه الاجهزة النون سيلكتيف؟ الاجهزة النون سيلكتيف عندنا حاجات ابلتيف وحاجات نون ابلتيف، حاجات ابلتيف وحاجات ايه؟ نون ابلتيف، تمام؟ زي ما اتشرحنا في اول مرة. ممكن تحطي الهاند فري، تمام؟ طيب اذا الاجهزه اللي بتشتغل اللي ما بتشتغلش على البيجمنت، الاجهزه اللي هي نون سيلكتيف، عندي حاجات ابلتيف وحاجات نون ابلتيف. النون ابلتيف ده زي البلس داي ليزر اللي هو 595، والان دي اج 1320، والاير بي ام جلاس 1550 وال 1540. طيب جميل. طب الاجهزه الديستراكتيف اللي هي الكومبليت ابلتيف، الار بي ام 2790، والسي او 2 10600، والفراكشنال. انت عايز توضح لي ايه من الحته دي؟ عايز اوضح لك حته في غايه الاهميه والخطوره، ان انا لما يكون عندي بيجمنت ممكن اشتغل البيجمنت ده بحاجه سبيسيفيكلي
زي الاجهزه اللي قلناها في الاول اللي هما الكواليتي سويتش التيو سويتش او حاجه نون سبيسيفيك ان انا هعمل ديستراكشن للمكان بشكل عام وبالتالي انا مش محتاج وجود الكيو سويتش. طب ده ينفع في كل حاجه؟ لا مش هينفع، احنا هنستعرضهم واحده واحده بس ده مش هينفع في كل حاجه. تمام؟ يعني يعني انا عندي فريكلايه صغيره موجوده في الابيديرمز، موجوده مثلا على الايه على المالر اريا، عندي انا بس اوصل لك الفكره بعدين هستعرض في كل يعني هقولها لك واحده واحده. عندي اتنين اوبشن، يا اما هشتغل بحاجه تشتغل على الميلانين بس وهتشتغل على الفريكلز بس اللي موجوده على على الميلانين الموجود بس بتاع الفريكل، يا اما حاجه هتطير لي الابيديرمس في الحته دي كله بفريكله بقى بابا غنوجه كله، يعني هتطير الايه الابيديرمس كله، ودي بنسميها ايه اللي هي نون سيلكتيف. خلاص النون سيلكتيف ده نفسه في حاجات ابليتيف وحاجات ايه نون ابليتيف زي ما شرحنا في الفكره اللي فاتت دي. تمام؟ واصله التكه اللي احنا اتكلمنا فيها دي يا جماعه ولا مش واصله؟ دي مهمة قوي، دي بداية مهمة جدا على قد ما هي تافهة بس مهمة قوي 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 انك تلقط الموضوع ده. خلاص؟ طيب يبقى احنا كده قلنا الويف لينس وبالتالي الاجهزة اللي بتشتغل على البيجمنت. طب ايه تاني؟ تاني حاجة البلس ديوريشن. البلس ديوريشن هنا فيري فيري الترا شورت بالنانو او بالاجهزة الجديدة اللي هي بالبيكو سكند. تمام؟ بالنانو او بالاجهزه الجديده اللي هو البيكو سكند فيري فيري شورت. ليه؟ عشان يافويد السيرم ريلاكسيشن بتاع الهير فوليكل، عشان ما يلقطش الميلانين بتاع الهير فوليكل وبالتالي يبقى شغله سيلكتيف على الميلانين بتاع الميلانو سايتس. وصلت؟ اذا الاجهزه ديت فيري رابيد بولز شورت ديوريشن بنسميها نانو سكند او بيكو سكند، وده عشان لو انت بتشتغل في هيري اريا ما يعملش ديستراكشن للميلانين الموجود في الهير شافت وبالتالي يعمل لي هير ريموفال ريدكشن انت مش محتاجه ومش عايزه وما بتفكرش فيه وما بتشتغلش فيه هنا. واصله؟ يبقى احنا قلنا الويف لينث وقلنا الايه وقلنا البلس ديوريشن. اخش على ثالث كلمه احنا معروفينها وبنقولها، حاجه اسمها الايه السبوت سايز. حاجه اسمها السبوت سايز، نفس الكلام اللي بنقوله في كل مره ان اللارجر احسن. ليه؟ كل ما يكون السبوت سايز لارج كل ما هيكون الفلوينس انت بتستخدمه اقل، كل ما يكون البنتريشن اعلى، كل ما يكون الكومبليكيشن اقل. كل ما السبوت سايز هتعلى كل ما البنتريشن هيزيد، كل ما البلس ديوريشن ما الكومبليكيشن هتقل، كل ما الافيكاكسي بتاعتك هتزيد. واصله؟ واصل الموضوع ده ولا مش واصل يا جماعه؟ يبقى احنا اتكلمنا في الويف لينث واتكلمنا في البلس ديوريشن واتكلمنا في الايه في السبوت سايز، ثلاثه مهمين جدا غايه في الخطوره والاهميه. خلاص؟ طيب حلو قوي. الفلوينس عاده وانا بشتغل كيو سويتش بشتغل ببتدي الاول بمينيمال فلوينس وبعد كده كل لان في ميلانين كتير فهيلقط فلوينس قليل لان التارجت هنا لسه بخيره زي ما بنقول، فهيلقط ميلانين هيلقط الليزر حتى لو الفلوينس قليل وبالتالي انت هتتجنب البوست انفلاماتو الكومبليكيشن بتاعتك بقى سكارينج او بوست انفلاماتو ريبيمنتيشن او واتيفر في الاول. وكل ما الميلانين في التارجت بتاعك هيقل كل ما يحتاج فلوينس اعلى فانت هتزود الفلوينس بتاعك. خلاص؟ مسموح لك في التاتو تعمل 2 او 3 باسز يعني الاوفرلاب بنسبه 50% في التاتو. تمام؟ طيب يبقى انا اتكلمت على ايه؟ على فلوينس، اتكلمت على بلس ديوريشن، اتكلمت على ويف لينس، واتكلمت على ايه؟ على سبوت سايز. عايز اقول لك على تكه مهمه في اجهزه الكواليتي سويتش دي، لما تيجي تبص على الاجهزه هتلاقي ايه؟ هتلاقي البلس ديوريشن ثابت ما بيتلعبش فيه مش زي الاجهزه الثانيه، هو ثابت مع الجهاز ده ثابت ما بيتغيرش. وهتلاقي ايه بقى الحل ايه؟ ثابت. تمام؟ نوع الليزر والجهاز، نوع الليزر والجهاز احنا بنتكلم في الليزر فور بيجمنتد سكن. انتوا معايا يا جماعه ولا مش معايا؟ معايا ولا مش معايا؟ انا بتكلم في الليزر فور بيجمنتد سكن ليجن وبدانا نتكلم على الفلوينس والبلس ديوريشن. تمام؟
وبدأنا نتكلم عن ال 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 الويفلينس واتكلمنا كمان عن الايه عن السبوت سايز. حلو. طيب دول الاربع حاجات اللي اتكلمنا فيهم. خد بالك لما الجهاز قدامك بتلاقي ان الخانه بتاعه البالس ديوريشن دي ثابته. ليه؟ لان احنا قلنا ده بالبيكو او نانو سكند، هو ده ثابت ما بيتحركش وما بتلعبش فيه ولا بتحركه. طب ايه المتغير عندك؟ قدامك متغيرات اللي هما ايه؟ اللي هو الفريكوانسي، ممكن تقلل وتزود حسب مساحه الليجن، تمام؟ قدامك الفلوينس، ممكن تقلل وتزود، تمام؟ قدامك السبوت سايز ممكن تتحكم فيها، لكن المعامل الرابع في الكواليتي سويتش الكيو سويتش ثابت ما بيتحركش. واصله؟ المعامل الرابع في الكواليتي سويتش ثابت ما بيتحركش. يبقى احنا سبوت سايز، بلس ديوريشن، فريكوانسي، ويف لينس اتكلمنا عليهم وحضرنا الموضوع ده وعرفنا ايه الاجهزه اللي بستخدمها للبيجمنت. اجهزه سيلكتيف بتشتغل على البيجمنت بس، واجهزه نون سيلكتيف غايه في الخطوره والاهميه. لازم تكون فاهم الكلام ده عن ظهر قلب، لان انت مثلا عندك جهاز فراكشنال ده ممكن تعمل بيه البدع وانت مش عارف، يعني انت مش عارف ان ده ممكن تشتغل بيه فريكنس وتشتغل بيه ميلازما، والفري سي او 2 سيرجيكال بتاعه ممكن تشيل بيه نيفس اكواير نيفس. يعني ممكن تبقى عارف، يعني لو انت مش واصلك الفكره عمرك ما هتبقى عارف الكلام اللي انا بقول فيه ده، تمام؟ طيب عاده يعني هو ده بس نظره سريعه كده هوريها لك الحته دي الاجهزه اللي احنا بنستخدمها في اجهزه ايبيديرمال واجهزه للدرم. زي ما انا بقول لك الاجهزه الايبيديرمال الان دي اي ده ممكن اشتغل بيه ايبيديرمال ودرمال، بس هو فيفربل طبعا انه يكون ايه، انه يكون درمال. الكيو سويتش دروبي احسن ان انا اشتغل بيه ايبيديرمال. الكيو سويتش الالكسندرايت برضو نفس الكلام، ايبيديرمال احسن. البلس داي ليزر والنون ابلاتيف ايركيوم ليزر دول بشتغل بيهم ايبيديرمال. طيب ده كده ايه، بس كلمتين خفاف يعني عن الموضوع. انت في تصورك كده ايه اشهر بيجمنتد سكين ليزر ممكن يجي لك عشان تشتغل بيه ليزر؟ تصورك كده ايه؟ ايه اكتر بيجمنت سكين ليجن ممكن تشتغل بيه ليزر؟ رد عليا يا جماعه يعني مع بعض كده. او الاجهزه دي كلها كيو سويتش او الكيو سويتش دي خلقت ليه اصلا؟ الاجهزه دي اساسا خلقت في الاصل عشان العالم اللي عامله تاتو، مش كده؟ لا يا سر، هو اكتر حاجه انا هشتغلها التاتو. هي ان الاجهزه دي نتائجها الفخمه والمعتبره كلها مع التاتو، نتائجها الفخمه او المعتبره كلها مع التاتو، تمام؟ طيب انتوا عارفين التاتو ده في بروفيشنال وفي اكسيدنتال وفي نون بروفيشنال او اماتير تاتو. بروفيشنال واكسيدنتال ونون بروفيشنال ايه تاتو. طيب انتوا عارفين في البروفيشنال تاتو بيبقى عندي اليلو والريد كالر والبلو كالر والبلاك كالر، مش هدوشك بالتفاصيل، انت اهم حاجه تبقى عارف ان في بروفيشنال ما بروفيشنال واكسيدنتال. اكسيدنتال ده زي مثلا واحد بعي الايرن لو اتحقق انه دخل عمل حادثه وكحت في الارض فالتار او الاطران ده دخل تحت الجلد، ده بنسميه اكسيدنتال تاتو، تمام؟ لو انت مثلا حاطط من متعلم بتحقن بوتوكس الواحده ومعلم كده بقلم جاف وجيت قمت داخل في البوتوكس نفسه في السن بتاع البوتوكس السن بتاع القلم الجاف ودخلته مكان مكان القلم الجاف ودخلته جوه، ده بتعمل حاجه اسمها اكسيدنتال ايه تاتو، تمام؟ مهم قوي تعرفوا اللقطه دي. طيب اللقطه اللي بعد كده نعرف الوان التاتو دي، تعرفها زي اسمك. التاتو بقى كتير، التاتو من الحاره للريف للجامع لاعلى ناس لاقل ناس، لكل الناس بتعمل تاتو دلوقتي، وبقت حالات تاتو كتير جدا، وعلى الاقل يعني اسبوعيا لازم تشوف حلقه واتنين تاتو، تمام؟ وتعرف تتعامل معاهم ازاي، خلاص. وده من اهم الاغراض النهارده انك تعرف تتعامل مع التاتو ازاي. التاتو احنا عندنا بلو بلاك جرين ريد اورنج، بلو بلاك جرين ريد اورنج.
لما يجي لي بلو بلاك او جرين انا بفرح جدا، لما يجي لي ريد او اورنج انا بعيط جدا. يعني ايه؟ يعني بالبلدي كده اجهزة الكيو كواليتي سويتش اللي بتشتغل اللي هي كيو سويتش والكيو سويتش الكسندرايت، كيو سويتش روبي والكيو سويتش الكسندرايت والكيو سويتش الاندياك والكي تي بي، الاربعه دول بيشتغلوا على التاتو. ازاي؟ احنا قلنا في التاتو عندي ايه؟ بلو بلاك وعندي جرين وعندي ريد اورنج، تمام؟ بلو بلاك وجرين وريد اورنج. البلو بلاك وجرين كل انواع الليزر دي بتشتغل عليهم، اذا ما فيش فيهم مشكله. البلو بلاك والجرين كل انواع الليزر بتشتغل عليهم، اذا ما فيش مشكله. يتبقى لي الريد اورنج. الريد اورنج ده بيشتغل عليه اونلي الكي تي بي. الريد اورنج بيشتغل عليه اونلي الكي تي بي. اليلو مفيش حاجه بتجيب معاها نتيجه. تاني البلو بلاك وجرين وريد اورنج، بنور حضرتك، بلو بلاك وجرين وريد اورنج. البلو بلاك والجرين كل انواع الكيو سويتش اللي قلناهم بيشتغل عليهم. يتبقى لي ريد اورنج. الريد اورنج ده ما بيحولش فيه غير الكي تي بي. طب اليرو مفيش حاجه بتجيب معاه نتيجه. طب اذا انت رايك اشتغل ايه؟ عندك الكيو سويتش دروبي، كيو سويتش الكسندرايت، كيو سويتش الاندياج، الثلاثه دول بيجيبوا نتائج كويسه مع بلو بلاك والجرين، ولو ان الكيو سويتش الاندياج نتائجه في البلاك بلاك بتبقى قليله شويه. طب ايه ذا بيست؟ ذا بيست نون بروفيشنال بلاك تو جرين تاتو، هو ده اعظم تاتو ممكن تشوفه وجينا دي. اللي هو اغلب التاتوهات، اللي هي اغلب التاتوهات اللي بنشوفها عندنا في مصر هي بلو تو جرين، وده كل انواع الليزر اللي احنا قلناها بيجيب معاها نتيجه، اذا مفيش منه مشاكل، يعني هقدر اعالجه. طب بالنسبه لايه؟ بالنسبه توصل ل 100% ان هو بيختفي تماما، بنسبه توصل ل 100% انه بيختفي تماما. طيب لما يكون في عندي بلاك تاتو، اشتغل اي حاجه في البلاك تاتو. يعني البلاك بلاك تاتو ده بيبقى شويه نتائجه مش زي البلو تو جرين، وكمان في مشكله، عشان كده بنعمل له تيست انه ساعات يعمل لك unpredictable reaction، يعني يعمل لك ياما يعمل لك allergic reaction، يا اما يعمل لك accentuation بتاع البلاك كلر بتاعه. فعشان كده البلاك بلاك ده برضو ما هوش ظريف قوي، ولو انه طبعا هو احسن من الريد اورنج واحسن من اليلو بطبيعه الحال. يبقى اليلو ده مفقود فيه الامل، الريد اورنج كي تي بي، الجرين والبلو كله، البلاك بلاك ده ما بيتعملش، ده ضعيف في تحسنه شويه عنهم، ولو انه ساعات بيجي نتائج، بس الادفايس بتاعتي ان انت تعمل له تيست. طب هو ايه الاند بوينت اللي بتشوفها لما تشتغل؟ الوايتش بتاع الليجن، الليجن كله بيبيض قدامك، هو هيروح مره واحده. ساعات في بعض التاتوهات البلو تحديدا بتروح من مره واحده، بس في الافريج بيحتاج من 2-4 جلسات بين كل جلسه والتانيه شهر. طب احضر، يستحسن حضرتك تحضر برده زي ما اتعلمنا التحضير كده، تمام؟ اللي هو التوبيك ريتينويد والهايدروكينون لمده 2 ويكس على الاقل، ويبطلهم اليومين اللي قبل ما يجي يعمل فيهم التاتو، تمام؟ طب لو تاتو ريد او اورنج اعمل ايه؟ قدامك كي تي بي. طب النتيجه التحسن بيزيد عن 50%، يعني ما بيزيدش اكتر من كده. هنحتاج جلسات قد ايه؟ من 2-4 برضو. طب لو تاتو بروفيشنال في الازرق، التاتو بتاع الاي براو ده بيبقى غالبا يا بلو او بلو تو بلاك، وانا بعمله بكيو سويتش اندياك. طيب لو هو عندي ريد او ريد تو اورنج وبلو تو بلو بلاك في نفسه، يعني هو بروفيشنال في كل الالوان، هتشتغل ايه الاول؟ هتشتغل الاوت لاينز الاول اللي هي بتبقى بلو او بلو تو بلاك، هتشتغلها بالكي سويتش اندياج الاول، وبعد كده تشتغل الايه الكادميوم ده اللي هو الاورنج تو ريد، هتشتغله بالايه بالكي تي بي لو عندك امكانيه. ما عندكش كي تي بي ما تبوظش شكل التاتو، يبقى ما تعملهاش حاجه، ما تقولهاش هنعمل لك الحواف ونسيب لك اللي في النص، واصله؟ ما تعملهاش اي حاجه، تسيبها خلاص. لكن لو عندك الكي تي بي هو غالبا كيو سويتش الاندياج بيبقى معاه كي تي بي، اذا هتقدر تعمله. اللي عنده كيو سويتش الاندياج هتلاقي معاه، هيلاقي معاه كي تي بي في نفس الجهاز، فهيقدر يشتغل الاثنين دول، مفيش مشكله يكون عنده بروفيشنال وتاتو معقد ومركب شويه، خلاص. طيب في الجرين تو بلو انا ببوس ايدك وش الظهر لما تشوف حاله، لانه في بعض الحالات بتصلح من جلسه واحده، تمام؟ وفي الافريج من 2-4 جلسات، خلاص. طيب انا عايز اوريك بعض التعليم. بص هنا، هو طول البلاك بلاك ده لما بتعمل له الاندياج كيو سويتش الاندياج او روبي، بتشوف على طول اميديت وايتنينج، تمام؟ دي الاند بوينت اللي بتشوفها. هو هيرجع تاني، بس دي الاند بوينت اللي حضرتك بتشوفها،
مش دي الريزلت النهائيه. الريزلت النهائيه بتبقى حاجه شبيهه من كده، بس ممكن توصل لنتيجه 100% تماما، والاوت لاينز كمان تبدا تختفي خلاص. انا عاده بعمل فراكشنال CO2 ليزر في اخر، يعني مع اخر جلسين ابدا اعمل فراكشنال CO2 ليزر قبل وبعد ما اعمل التاتو. تمام. لما بيجي بقى بروفيشنال زي ده لازم يكون عندك الكادميوم والايه لازم يكون عندك الـ عشان تعمل الاحمر ده تعمله بالكي تي بي، ماذا والا هتسيبه. والازرق ده بتعمله عادي بقى بالاندياج بتاعك العادي. تمام. طيب ده طبعا عكننها لما يجي لك واحد زي ده. الاصفر ده مش هيروح تقريبا. الاحمر والبرتقاني هتشتغلهم بالكي تي بي، والازرق والاسود هتشتغلهم بكيو سويتش الاندياج او روبي. تمام. واصلة ولا مش واصلة؟ قلنا لازم نحضر العيان زي ما اتفقنا. واصلة ولا مش واصلة؟ واصلة ولا مش واصلة؟ عشان اخش على بعض يا جماعة، يلا قولي لي واصلة تخش على بعض على طول. طيب في ناس بتقول مثلا هل مثلا ممكن يحصل بليدنج بوينت وانا شغال في الاند بوينت؟ اتس اوكي، ما فيش مشكلة. طب ماذا بعد؟ بعمل ايه؟ بخلي المرهم يدهن، خلي المريض يدهن المرهم زي مثلا هيلينج ايجنت زي ميبو بقى وما شابه لمده 2 ويكس وما يتعرضش للشمس. مش مشكله. لا لا لا، اشتغلي الاند بوينت اوكي. يعني اند بوينت في بعض الحاجات ممكن مع كيسوجي اندياك فعلا يعمل بليدنج بوينت، مفيش اي مشكله فيه. طيب طب ايه المشاكل اللي ممكن تحصل لي مع التاتو؟ مع البلاك ممكن يحصل لي اكسنتويشن not responding، يعمل لي جرانيلوما، وده بتحصل مع البلاك ومع اليلو ومع سوري مع الريد. والافويد ان انا بعمل تيست الاول احضر، ممكن يعمل سكارنج بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، وده يعني البروبر سيلكشن اوف ذا ديفايس والبريبريشن اللي قبل كده بيحميني ان يحصل ايه المشكله دي. تمام. طيب جميل جدا، يبقى احنا خلصنا زمين عند زمين انديكيشن of a of Q switched lasers or main indication for pigmented skin or for laser for pigmented skin lesion هو التاتو. تمام. ف يعني رجاء الحته دي نحفظها كويس قوي 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 ونتخيلها كويس قوي، لان هي دي the main indication حقيقه for Q switched laser. طيب هل في indications ثانيه؟ انا اوريك صوره بالمره كده وانت شغال في التاتو بتلاقي ده اللي بيحصل. شايف اجزاء بتبيض وهو شغال اهو، ده الاند بوينت. تمام. هو الاسود اهو وهو شغال في الاول بتبدا اجزاء تبيض، ده اللي هو الايه الاند بوينت. تمام. طيب جميل قوي. في انديكيشن ثانيه للكيو سويتش ليزر؟ نستعرضها سريعا كده مع بعض. اول حاجه هنتكلم عنها الميلازما، عشان ايه نقفل الباب ده. من فضلك لو سمحت ما تعملش ليزر لميلازما. لو حبيت تعمل ليزر لميلازما يبقى اونلي فراكشنال سي او 2 ليزر. هتقول لي مش ده ليزر فور بيجمنتد؟ ده ليزر فور بيجمنتد سكن ليجن، ولكن نون سيلكتيف ابليتيف ليزر فور بيجمنتد سكن ليجن الفراكشنال سي او 2 ليزر. طب هتقول لي هو ايه الرول بتاعته في الميلازما؟ والله صاحب الثيوري لما بداوا يشتغلوا اللي هي المايكرو ديرمال ثيرمال زونز اللي نازله دي، تمام، بتعمل حاجه اسمها شاطل للميلانين زي ترانس ابيديرمال ميلانيشن كده، اليمينيشن للميلانين الموجود. فيعني بتقول لك ان ده لاين، ولو ان انا النتائج كويشنبل شويه اقدر اقول لك ان انا ما عندي حالات حسيت وحالات ما اتحسنتش من الفراكشنال. في الاول كنت مبسوط بيه قوي، بس بعد كده الحقيقه برضو في بعض الحالات بتريزست خصوصا الديرمال، فالديرمال دي انا ما بشتغلهاش فراكشنال سي او 2. يعني بديها كليجمان فورمولا more than nothing yet. تمام. واعمل لها برضو الايه وممكن بقى الكابرون او المشابه يعني. لكن الحقيقه في حاجات جديده طبعا النايس فيتامين بي 3 والكلام ده، بس يعني الريجنز سوري الريزلتس كلها مش بروميسنج يعني. طيب اذا انا ما اشتغلش كيو سويتش ليزر في حاله ميلازما ابدا. مشتغلش كيو سويتش ليزر في حاله ميلازما ابدا. تمام. دي اول حاجه. ثاني حاجه البي اي اتش.
هو عيان اساسا حاصل له بوست انفلاماتوري هايبر بيوتيشن، هعمل له انا ليزر يعني بقى لك كده يعني. هو اصلا حاصل له بوست انفلاماتوري هعمل له انا ليزر مطلقا يعني. البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن ده اسطورته في الليزر صعب قوي، ولو ان برده الفراكشن وانا جربته مثلا في 3 4 حالات يعني النتائج برضو يعني بالمقارنه بالكليجمان فورمولا، الكليجمان فورمولا هيبقى اقل في الكوست على العيان ومور ساينتفك يعني وافضل. فهي ما تشتغلش برضو فراكشنال سي تو الا لو اذا بقى انت بتعمل مثلا عيان عنده مايل اكني سكار وبتعمل كده كده ليزر اتس اوكي يعني ماشي. لكن بي اي اتش بالكيو سويتشد هي صعبه تمام. طيب تاني حاجه، تالت حاجه الفريكلينج، الفريكلز. هي الفريكلز ده موضوع ابيدرمي، اي حاجه تجيب نتيجه، بس زي ما سيادتك عارف ان وانس فريكل اولويز فريكلز. انا ليه قاعده كده في الفريكلز يعني انا بفهم المريض الاول والله ده موضوع عندك مدى الحياه، عايز نحشهولك وتقعد سنه كده من غير فريكلز اتس اوكي، مش عايز طيب الكيو سويتش الرول بتاعته الفراكشن كويس فور كام سيشن ممكن سنجل سيشن. طب كيو سويتش الكسندرايت هو الافضل، لو ما كانش يبقى كيو سويتش روبي تمام، لو ما كانش كيو سويتش اندياك برضه هيجيب نتيجه. طب الاحسن من ده وده الفراكشنال سي او 2 او ان انت تعمل سوبرفيشال بيدنج خلاص، احسن حقيقه من كيو سويتش. بس كيو سويتش طب لو عندك ما عندكش تاني وعايز اشتغل اتس اوكي okay. طيب بيجي النتيجه من كام جلسه ايفن من سنجل سيشن، بس انت بتقول المريض فور تو سيشنز، طب الفرق بينهم وبين بعض قد ايه؟ برضه 4 ويكس ات ليست تمام. بتحضر المريض كويس قوي. هو الجميل والظريف ده دايما في الفريكلز بعد ما يعني في تحضير المريض بيجي لك اصلا متحسن بنسبه 60 70%، فبيبقى ان انت لما بتعمل فراكشن لما بتعمل له حاجه يعني بتبقى ايه فوق البيعه زي ما بيقولوا يعني. بس لازم تحضره برضه يعني، رجاء لازم تحضر عيان الفريكلز الاول. طب اشتغلوا ايه؟ اشتغلوا كيو سويتش شغال، اشتغلوا فراكشن شغال. طب انا بعمل ايه؟ انا عيان الفريكلز ده بحضره كويس قوي ويبقى قدامي اتجاه من اتجاهين، يا اما اعمل له مثلا سلسلك 30 او تي سي اي مثلا 20، يا اما اعمل له ليزر. لو بعمل له ليزر بخيره، او لو انا واخد قرار ان انا ليزر بعمل له الاول فراكشن سي او 2 للفيس كله، وبعد كده بمشي اون سبوت بالكيو سويتش على الايه على مكان اللي بكون معلمهم وامشي اون سبوت بعد ما اعمل فراكشنال. طب ايه ميزه ان انت تعمل فراكشنال قبلها؟ بتزود الحقيقه بتزود الابزوربشن بتاع الكيو سويتش ليزر بتاعك وبتخلي النتائج اقوى تمام. وفي نفس الوقت بقى يعني ايه لو في اي مايلد اكني سكار ولا في حاجه دي بتشتغل عليها يعني. فانا بعمل كيو سويتش ليزر، ممكن اخلي العيان يقوم يعني تعمل فراكشنال، خلي العيان يقوم ويعمل شويه ثلج مثلا ويغسل وشه ويرجع لك، وتعمل له تاني باس ثانيه للايه للفراكشنال للكيو سويتش ليزر اون سبوت على مكان الايه على مكان الفريكلز خلاص. وده بيبقى نتائج عظيمه الحقيقه، من اول سيشن المريض بيتحسن. ايفن حتى لو انت اشتغلت له فراكشنال بس اتس اوكي، اشتغلت له كيو سويتش اتس اوكي، حسب الموجود عندك. الايديا انك تعمل فراكشنال بعد كده كيو سويتش اون سبوت تمام. لو مش عايز تعمل البيلينج حلوه قوي تي سي 20 او 25% او تعمل له سلاسلك 30 اتس اوكي برضه يعني، واحده او اثنين سيشنز بكتير قوي. طيب خلصنا فريكلز. اللينتيجو نفس الكلام، السيناريو اللينتيجو نفس الكلام برضه تمام. بس السيناريو اللينتيجو خلاص ساعات بيبقى في حاجات من النوم عاليه عن الارض، فدي عاليه عن الجلد، فدي بتبقى مشكله شويه، تبقى محتاج ابلاتيف ليزر يضرب يعني. طيب خد بالك خد بالك كونجينيتال ميلانوسيتيك نيفس ما تجيش جنبها، كونجينيتال ميلانوسيتيك نيفس ما تجيش جنبها. انا قالي يعني انت هتقول لي اصل انا قالي ومفيش كيس ريبورتد ومفيش يعني حقيقه التريجرنج المالجنسي بقى والسب اوبتيمال دوز وهتعمل يعني، ابعد عن الموضوع ده احسن يعني. يعني فكره انك تشتغل كونجينيتال ميلانوسيتيك نيفس ولو ان بعض الناس اشتغلتها ولو قافله معاك تشتغل ليزر الكونجنتال ميلانوسيتيك نيفس، ارجوك ما تشتغلش حاجه سيلكتيف، ارجوك ما تشتغلش حاجه سيلكتيف. اعرف انك اوريدي بتشتغل في بري مالجنت او بري كانسرس كنيجن، انت اوريدي بتشتغل فيه، انت فاهم ازاي يعني انت اوريدي بتشتغل فيه. طيب في بيبرز بتقول لك والله اصل الليزر في الكونجنتال ميلانوسيتيك نيفس بتقلل نسبه الميلانين، فاللي هو البريكورسر بتاع ايه الترانسميشن للمالجنت ميلانوما، فانت كده بتقلل. انا الكلام ده كله حقيقي حقيقي انا مش مقتنع بيه. واللي انا اقدر اقوله لك انك كونجنتال ميلانوسيتيك هيري نيفس يعني وحمه جلديه، وحمه صبغيه فيها شعر المريض مولود بيها، ما تجيش جنبها، لا تشيل الشعر ولا تعمل الايه ولا تعمل البيجمنت.
ولو قافله معاك تشتغل اشتغل بحاجه نون سيلكتيف، يعني حاجه ديستراكتيف، يعني ابليتيف ليزر سواء سي او 2 ابليتيف او ابليتيف اير بي ام وبس. لكن ارجوك ارجوك ما تشتغلش بحاجه سيلكتيف، يعني ما تشتغلش كيو سويتش اللي كونجنتال ميلانوسيتيك هيري نيفس، ما تشتغلش ليزر هير ريدكشن اللي كونجنتال ميلانوسيتيك هيري نيفس. ارجوك، وانتوا عارفين طبعا كل ما تزيد لما يزيد حجمها عن 20 سم كل ما التريجر المالجنسي اعلى، بلس لو في فاميلي هيستوري او التعرض للايه للشمس. مفيش كيس ريبورت، دي حقيقه، لان هم مش هيعملوا ليزر، او حتى اللي يعمل ليزر والعينه تقلب مش هيروح يعني يرد حالته. فمفيش كيس ريبورت، انا متاكد ان مفيش كيس ريبورت، بس ارجو من حضرتك انك بتشتغل في ايه في 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 ميلانوسيتك في كونجنت ميلانوسيتك كينيوز تتوخى الحرص تماما، والافضل ستيجد سيرجيكال ريدكشن يعني سيرجيكال ريموفال. طب لو كبيره قوي اعمل لها على مراحل، تمام، ما تمدش ايدك فيها مش حالك، خلاص. طيب الاكوايرد ميلانوسيتك هيري نيفا، الاكوايرد ميلانوسيتك نيفا يعني الجانكشنال ليفس والكومباوند نيفس والإبيديرمال نيفس، الكلام ده بقى حلو قوي. انا الحقيقه ما مفضل، يعني لما انت بتشتغل ليزر لاكوايرد ميلانوسيتك نيفا، الاكوايرد ميلانوسيتك نيفا هي مش بري كانسرس في الاغلب، ولكن في نسبه طالما المريض ده عنده نيفاي اكتر من 100، المريض ده عنده فاميلي هيستوري، المريض ده عنده مشكله في الجين، تمام، المريض ده بيتعرض للشمس، بيتعرض للالترا فايلوت بي تحديدا بجرعات عاليه، يبقى هيبقى عنده ريسك للترانسميشن لواحده من دول، خصوصا لو واحده منهم بدات للتشينجز. لكن في الاغلب العام ان الاكوايرد ميلانوسيتيك هيري نيفاي نوت بري كانسرس سكن ليجنز، يعني احنا لو ما فيهاش تشينجز والمريض ما عندوش فاميلي هيستوري وما بيتعرضش للشمس ومش اكتر من 100 بنقول له نسيبه، مش كده؟ احنا لازم تبدا بقى يعني فروم ساينتفك بوينت اوف فيو الاول، اذا بنقول له سيبه. طيب لو هو ما عندوش الحاجات الثانيه وعنده واحده ولا اثنين ومعاك مين عليها عيشتها في وشها، لو هي اونلي جانكشنال ليفس يعني هي ايه ما فيش بقى يعني لو هي ماكيول بس، هنا قدامك حلين، قدامك ان انت يا اما تشتغل كيو سويتش سيلكتيف من اولها، تمام، وهيجيب نتيجه خلال جلستين او ثلاث جلسات، يا اما تشتغل ديستركتيف او ديستركتيف كيو سويتش. بس خد بالك لو اشتغلت ديستركتيف في العيان ده ممكن يبقى فيه ريسك اوف سكارنج، تمام، لو اشتغلت ديستركتيف اونلي في العيان ده هيبقى فيه ريسك اوف سكارنج. تاني انا بتكلم في ايه؟ في الاكوايرد ميلانوسيتيك هيري نيفاي بتكلم في ايه فيهم؟ بتكلم في الجانكشن، عاده الجانكشن دي بتبقى ماكيول خلاص مش محسوسه. اذا انت عندك خيارين، يا خيار ديستركتيف يا خيار ان السيلكتيف اللي هو الايه الكيو سويتش. الكيو سويتش من جلستين لتلات جلسات هيبقى فيه كومبليت ايه ريموفال، خلاص. طيب لو انت بتشتغل على النون سيلكتيف، حاجه تشتغل على النون سيلكتيف اللي هو ايه النون سيلكتيف اللي هو الاير بي ام ليزر او الـ او الـ او السي او 2 ليزر او وات ايفر، او حتى الالكتروكوتري او هايفيكيتور، ده كلهم نون سيلكتيف، تمام، بس بيبقى فيه ريسك سكارنج. الامان اكتر ماشي مع النون سيلكتيف، تمام، الامان اكتر ماشي مع النون سيلكتيف ولو ان بيبقى فيه ريسك اوف سكارنج. حقيقه العيانين دول كنت بشتغلهم زمان بالسيلكتيف الميلانوسايد، بس لقيت النتيجه مش فارقه قوي، وانا بشويه حرص واللي بتبقى بروفيشنال شويه بتشتغلهم بالاير بي ام او سي 2 يمكن احسن من الـ من الـ من الكيو سويتش كمان، تمام، فانا بشتغلهم ديستركتيف خلاص. ونورك يا دكتور احمد، ربنا يخليك ما تحرمش منك. ال ال اللهم صل على النبي، الكيو سويتش ليزر يعني هي محبش انا محبش اشتغله في الاكوارد ماسيك يعني الاكوارد ماسيك نيفاي ولا الكونجنتال. بس ساعات بقى انا هقول لك بتشتغلوا امتى وازاي. بنتكلم كل كلامنا دلوقتي على الايه على الجانكشن، مش كده؟ بس ركز معايا بس الحته دي عشان مهمه. الجانكشن دي اللي هي مش محسوسه، طب اعمل ايه؟ اشتغلها كيو سويتش اوكي، هتشتغلها اير بي ام اوكي. اير بي ام ممكن من اول جلسه، الكيو سويتش هيحتاج جلستين او ثلاث جلسات، تمام، بين كل جلسه والتانية شهر. طب احضر المريض قبلها؟ احضر في الجانكشن، احضر، مفيش اي حاجه في الجانكشن، احضر. طيب لو العيانه دي فيها نودولار كومبوننت، يعني بمعنى اصح احنا دخلنا بقى في ايه في كومباوند نيفاي او ديرمال نيفاي، هتعمل ايه يا عم الحاج؟ هل
السلكتيف هنا هيجيب نتيجه، لو قعدت تدن جنبه مش هيجيب نتيجه. يبقى النودولر كومبوننت ده لازم يتضرب. فناس تيجي تقول لك شيلوا سيرجري، انا اجنست لان بيعمل ده ديرما الكومبوننت وبيعمل سكار بشع، تمام؟ الا لو انا باخد في تشينجز ومحتاج اخد بقى اكسجنال بايوبسي، ده موضوع تاني. معلش خلي اسئله جانبيه دي بقى بعد ما اخلص او في مره ثانيه. الحاجه الثانيه ناس تقول لك طب ما تشيل الكتروكوتري من الاخر كده زي ما تشيل السنطايه. جميل، ما هو ده كله هندرج تحت بند الايه، النون سيلكتيف. انا في الحاجات اللي زي دي لما يجي لك نيبس عاليه عن الجلد او اكوايرد هتعمل ايه؟ هتاسس الاول ان ما يكونش فيها تشينجز وما يكونش فيها ايه ديسبلاستيك تشينجز تخوفك او بتاع، ان انت تحتاج تاخدها او فاميلي هيستوري او واتيفر، ان انت تحتاج تاخدها اكسجنال بيرس. طب ما فيش، اذا انا هتعامل معاه. عندي اول لاين سيرجري لا يحبذ عشان هيعمل لي سكارنج، اذا يبقى انا عندي الليزر. ليزر يا اما سيلكتيف نون سيلكتيف. طب السيلكتيف هنا هيجيب نتيجه؟ لا لا. طب دوره هيتحش في حاجه معينه. العيانين دول هتبدا تشتغلهم باربيوم او سي او 2، هتشتغلهم باربيوم او سي او 2، هيجيب نتيجه في الاغلب من اول مره. خد بالك العيان ده انت بتنزل شويه ديرمس، فلازم تقول له هو هيتساب ندبه كده كده، بس ندبه الليزر اخف من ندبه السيرجري. اذا احنا هنسيب ندبه خفيفه لا تذكر، بس قصاد ان احنا لو شلناها جراحه هتبقى النتيجه مش مرضيه ليك ولا لينا، فاحنا هنشيلها بالابلتيف ليزر. هيتبقى لك عاده تلاقي نقطه سودا كده انت شلت، وهتلاقي ماكيول خفيف صغننه كده مثلا ملي في ملي او 2 ملي كده مثلا، حاجه لا تذكر متبقيه في الايه، في الفلور بتاع الليجن بتاعك بعد ما شلت بالابلتيف دي. هتحتاج ساعتها ان انت لو نزلت بالابلتيف اكتر من كده هيبقى السكارنج، الريسك بتاع السكارنج عالي قوي. فبيبقى بقى كام نست كده صغننين خالص تحت، دول بتبقى عايز تضربهم ايه بالايه، بالسلكتيف ساعتها. في بعض الاحيان انت ضربه 2 3 4 نزلت تحت الدرمس خلاص راحت معاك وبقى كومبليت ايه رو اريا، خلاص انت اوكي شلتها كده. لو هي بتبقى لك نقطه فيها تمام، هتحتاج تضربها بحاجه سيلكتيف مش هيروح. في ناس يقول لك طب ما تنزل بالابلتيف اضرب كمان، بس هيبقى في ريسك اوف سكارنج محترم. فانا بقول لك من الاكسبيرينس بتاعي ان النقطه اللي بتبقى دي بضربها سيلكتيف بتبقى يعني نتيجه رائعه رائعه يعني. تمام، فعلا المريض بيبقى فرحان جدا 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 جدا. خلاص طيب خد بالك من حاجه، في حاجه اسمها ريكارن ديفايد. لما تفتح بولونيا كده هتلاقي اصلا مثلا ايه في 3 4 صفحه ورا بعض متكلمه على الايه، على ريكارنت ديفايد تمام، سواء بعد السيرجري او بعد الليزر او 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 او. ما تتعاملش مع ريكارنت ديفايد دي، ولو اتعاملت تتعامل مع سيرجري. ريكارنت ديفايد ما تتعاملش مع ليزر، ريكارنت ديفايد تعامل مع سيرجري. خلاص يعني دي انت شلتها مثلا ليزر او شلتها سيرجري قبل كده ورجعت، ما تتعاملش معاها تمام. نخش بعد كده على حاجه اسمها بيكرز نيفس. لو سمحت بيكرز نيفس دي في الاغلب هتبقى هامرتوماتس ليجن تمام، هامرتوماتس ليجن يعني معاها ماسك بقى ومعاها كذا. ممكن تلاقي بقى كمان مع اكسسوري نيبل ليمب هايبوبليزيا، تلاقي بقى في ايه عك كتير في الموضوع البيكرز نيفس دي. لو هي بس بيكرز هير نيفس عاديه حقيقي برضو ما تشتغلهاش كي سويتشن ولا تشتغلها ابلتيف. النتائج بتاعتهم more than nothing more than nothing. يعني ها الميديم ديب سبيل ولا فين في ريسك الاسكار طبعا هو الوحيد اللي ممكن يجيب نتيجه. ماي اكسبيرينس ان النتائج والتحسن more than nothing، وهو ده كمان مكتوب برضو مش من اكسبيرينس بس، هو ده الكلام المكتوب ان البيكرز نيفس تحسنها بكيو سويتشد او الابلاتيف ليزر تحسن ضئيل جدا جدا جدا، ما يجيش 1 أو 2%. مش معقول هقعد اعمل 12 جلسه للمريض بيكرز نيفس وفي الاخر تحسن 1 أو 2%. لو قلت الصوره اللي عندي تقريبا ما فيش تحسن خالص تقريبا يعني بعد 3 و4 جلسات. فحقيقه ما اقعدش بشتغل البيكرز نيفس دي، يا اما بقشر العيان يا اما بعمل ميديم ديب سبيل. ميديم ديب سبيل لو ميل وسايت يعني مش خايف منه قوي، مش موجود على الجينيتالز مثلا ولا موجود على النيك ولا عشان الهيلينج، ممكن اشتغلها ميديم ديب سبيل. كافيه اوليما كيولز من الحاجات الرخمه والسخيفه برضو. الكافيه اوليما كيولز انا هتقولي انت شركت لنا الجلديه، اقول لك الكافيه اوليما كيولز لما تيجي تشتغلها اشتغلها بكي سويتشد روبي ليزر او اشتغلها بالكي تي بي كمان تمام. الكافيه اوليما كيولز اغلبها ايبيدرمال،
خلاص. لما تيجي تشتغلها اشتغلها بالكي تي بي او اشتغلها بالايه بال 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 بالكيو سويتش روبي ليزر، كيو سويتش روبي ليزر او الكي تي بي. طب الان دياج ما جبش نتيجه، لو انت يعني في الان دياج ممكن تعمل قبليها فراكشنال كمان وتشتغل بعديها كيو سويتش الان دياج. طب رول الابليتيف ليزر في الكافيه اوليما كيولز مور ذان ناثينج، ما تعملوش، ولو عملته اعمل بعديه كيو سويتش ليزر. خلاص يبقى الكافيه اوليما كيولز سواء كافيه اوليما ايزوليتد او مع سندروم، تمام، السندرومات العديده اللي فيها كافيه اوليما كيولز لو سمحت ما تعملش معاه، لان الحقيقه برده نتيجه ضعيفه شويه. خلاص طيب البلو نيفس والسبيدز نيفس والهالو نيفس دول نو رول في سيلكتد ليزر فيهم حقيقي. كمان بلو نيفس لان في اتيبيكال بلو نيفس وفي مالجنانت ترانسفورميشن، كل دول هتبعد عنهم. والسبيدز نيفس وعشان في اتيبيكال سبيدز نيفس، تمام، زي ما انتم عارفين طبعا الليبسيلويد يعني نيفس، الحاجات دي طبعا السيرجيكال ريموفر ذا بيتر يعني ذا بيست، تمام، وبيتر ذان الليزر ريموفل. فدول هتحصرهم للسيرجري خلاص، لانها بتحتاج طبعا اكسجنال بايوبسي. فيعني مش معقول يعني واحد جايب نيفس هتقول له لا انا مش هعملها ليه، يعني نيفس هعملها سيرجري لو مش كده، تمام. وان اسس برضو بلو نيفس عشان ما يكونش معاه سندروم، تمام، كارني بقى والحاجات اللي انتوا عارفينها، كارني كومبلكس والكلام ده، تمام، والنيم سندروم وكده، تمام. طيب ال 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 الديرمال نيفاي بقى او ال زي الايه بقى الديرمال نيفاي اللي هم المونجوليان سبوت والنيفس في قطه ونيفس في قطه. الحقيقه مونجوليان سبوت زي ما انا سبونتينس ريزوليوشن في خلال سنتين او ثلاثه ويمكن اكتر كمان، بس دي اونلي اشور طبعا بيشنت. النيفس في قطه ونيفس في قطه مبدئيا كده كيو سويتش درومي او كيو سويتش اندياك فقط لا غير. انك الجديد فيهم ايه؟ الجديد بيقول لك انك بتعمل 3 ل 4 باس في المره الواحده، وانك تعمل قبلهم الفراكشنال سي او 2 ليزر. طب فراكشنال كافي لوحده؟ اوعى، يبقى نصب. انت بتعمل فراكشنال سي او 2 وبتعمل 3 او 4 باسز للايه؟ للكيو سويتش دروبي او كيو سويتش الاندياك. بتحتاج كام جلسه؟ من 8 ل 12 جلسه افريج. طب التحسن، التحسن بيوصل لنسبه 70% من 10 ل 12 جلسه. طب احضر المريض لازم وحتما ولا بد هتحضر المريض بتوعي كاريتينويد وهيدروكينون، على الاقل هيدروكينون لو هو سنسيتيف سكن، على الاقل 2 ويكس قبل كل جلسه، تمام. طيب يبقى اذا شفت نيفس في اوضه ما تعملش بيل، اصل انت عشان تعمل بيل هتعمل ديب بيل او ميديم دبس، وده هيبقى فيه ريسك اوف سكارنج لو انت مش بروفيشنال ما تعملوش. يبقى انت اللي قدامك يو سويتش دروبي او يو سويتش اندياك. انا نص الحالات اللي انا شفتها واتعاملت معاها كانت نون ريسبوندنج حتى للروبي او الاندياك، والنص الثاني كانت بترسبوند. بعمل فراكشنال قبلها وبتعمل 3 ل 4 باس، والاند بوينت بتاعك بين بوينت بليد، بتعمل من 8 ل 12 جلسه، بتحضر المريض قبل ويدهن طبعا الهيلينج ايجنت والايمولينت بعد الجلسه لمده اسبوع، ما يتعرضش للشمس لمده اسبوع. وطبعا بتشوف بقى يعني ايه في يعني افكشن السكليرا ولا ما فيش ولا. وطبعا دي بتختلف عن الايه، عن الاكوارد بيجمنتيشن اوف هورز اللي هو بيبقى على الايه، على المالر ايدي. خلاص المريض تتوقع احنا كده استعرضنا في الاخر نيفس فايلس. النيفس فايلس دي كافيه اوليما كيول وفيها ايه هايبر بيجمنتد سبوتس اون توب، يعني بيبقى فيها كافيه اوليما كيول كده ومين لي هايبر بيجمنتد ماكيولز كده ايه بتبقى فوق في نص الباتش كده. النيفس فايلس دي عاده تيجي فيس، ممكن تيجي بيسموها فريكلد نيفس او كده. النيفس بايلس بتتحسن قوي مع الكي سويتش دروبي وكي سويتش الاندياك، بس الاحسن انك تعمل قبلها فراكشنال برضه، كي سويتش دروبي كي سويتش الاندياك، بتحسن نسبه التحسن بتوصل 60 او 70%، تمام. طيب بعد اللي احنا قلناه ده نفهم حاجتين، ان كي سويتش ليزر مش جهاز حياه وموت يبقى عندك وانت بتاسس في الاول. تاني حاجه هو جهاز محترفين، مش بتبدا اول حاجه في الليزر. تالت حاجه استخداماته المطلقه هو التاتو، والباقي كله حاجات ريليتيف. الابسولوت كله في الايه، في التاتو، الباقي كله ريليتيف، يعني يجيب نتيجه بنسبه، ومش كل الحاجات بتتحسن، ومحتاج حرفيه شويه في الشغل، ومحتاج حرفيه شويه في الاداء بتاعك، ومحتاج مريض يتقبل منك ويواظب معاك على عدد جلسات عاليه. واصله ده كلام مغاير في الاهميه والخطوره.
والتحضير هام جدا، والتحضير هام جدا. طيب انت منتظر كومبليكيشن ممكن تحصل طبعا زي اي ليزر. الحاجات بقى العاديه السكارينج، مش حاجات نزلت مثلا لو بتشتغل ديرمال نيفس ولا حاجه ونزلت جامد، لو انت عملت اوفرلاب كتير قوي خلاص. الهاي بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن لو انت مش محضر، عشان كده بقول لك لازم تحضر. الفاريشن الموتلينج كولر ده، وغالبا ده بيحصل دايما مع الميلازما، عشان كده رجاء ما تشتغلش كيو سويتش ليزر مع الميلازما، رجاء ما تشتغلش كيو سويتش ليزر مع الميلازما، رجاء ما تشتغلش كيو سويتش موتلت ابيرنس عامل زي البالكيلو ديرما كده، منظر بصراحه بيبقى مرعب يعني، تمام، وملوش حل وملوش تصليح. البيرمننت ليكو ديرما الحقيقه انا ما شفتهاش، ونادره قوي انها تحصل مع الكيو سويتش ليزر. الاكسنتويشن بتاع التاتو ده حقيقي بيحصل مع البلاك بلاك ليزر، التاتو ده الجيت بلاك او البلاك بلاك ليزر تاتو ممكن بيحصل معاه اكسنتويشن. الجرانيولوما عاده الجرانيولوما ممكن تحصل مع اليلو او الجرين او الريد او البلاك تاتو، ما بتحصلش مع البلو، سوري اليلو او الريد او البلاك، ما بتحصلش مع البلو او الجرين تاتو. يعني الحقيقه بالمقارنه لبقيه الليزر هو سيف يعني، اخره كمان ممكن يعمل بيربرا، يعني هو ده اللي ممكن يزيد كمان من شويه، وبعدين بيربرا دي كمان ريفرسبل. بالمقارنه ببقيه انواع الليزر لا، هو الحقيقه سيف جدا، الحقيقه سيف جدا جدا جدا، تمام. اما هو عشان انت تجيب نتيجه لازم انت تبقى بروفيشنال، لازم المريض يبقى ادهرنت ليك، ولازم عدد جلسات طويل، ولازم اختيار يعني. عشان كده بقول لك انا بشوف مثلا نايمين هاريين وملازمه في الليزر، ولو حبيت تعمل له ليزر فراكشن مش ده يبقى الاساس في العلاج، فارجوك الملازمه ده ما تعملوش لا هو ولا بي اي اتش. مش معقول برضه يبقى نيفس في قطه او قطه ونعمل لها فراكشن، مش معقول برضه يبقى تاتو يلو واروح اشتغله، مش معقول يبقى تاتو ريد واعمل له كيو سويتش روبي، يعني مش هيتحسن، تمام. فلازم بس الابجديات اللي قلناها النهارده يعني الموضوع ساعة زمن، تمام، لو بس بصينا فيها وقرينا هتلاقي الموضوع بقى سهل قوي، اقدر اشتغل على طول، تمام. قلنا الاند بوينت بتاعتي في التاتو الايميديت وايتنينج، في اي حاجه ثانيه هو البين بوينت بليد، تمام. اغلب النيفاي من 6 ل 8 جلسات، ما عدا النيفاس في اوتو اوتو من 8 ل 12 جلسه، التاتو من 2 ل 4 جلسات، تمام. في ناس بتحسن من مره اه، فريكلز من مره اه، تمام. الكومبليكيشن استعرضناها مع بعض، هي دايما الكومبليكيشن بتاعت كي سويتش قليله ما فيهوش ريسك اوف سكارنج عالي، تمام. انا عشان تكون استفدتوا من المحاضره البسيطه دي، ان شاء الله باذن الله الثلاث الجاي هيبقى الفاسكولار، اللي بعده ريسيرفسنج. في بعض كده الناس كانت بتتكلم هنرجع للجلديه امتى، باذن الله بعد ما نخلص الليزر باذن الله تعالى نعيشنا كلنا عمر، هيبقى كل ثلاث نشرح منهج الجلديه فروم اي تو زد، باذن الله نعيشنا كلنا عمر يعني، هيبقى فروم اي تو زد هنشرح منهج الجلديه كله، ونشوفكم دايما بخير. ده لو ربنا ادانا عمر وفضل يعني ان احنا ندي الموضوع ده. اشوفكم بخير، وانا اسف على الاطاله واسف ان انا بدات متاخر، وكل سنه وانتم طيبين، تصبحوا على خير. السلام عليكم.